تهجير الإسرائيليين لفلوريدا، باسم يوسف بيقلب العالم للمرة التانية. عارفين ليه مصر ما بتغلبش ومفيش دولة تعوضها ولا تحل مكانها ولا ليها بديل؟ لأن مصر ولادة في كل حاجة، ولادها في كل المجالات عبقرة ومختلفين، من زويل لمحفوظ لحسنين هيكل لمحمد صلاح، وتقعد تعدل الصبح لحد ما توصل لواحد اسمه باسم يوسف. وده إعلامي مصري وعالمي مش محتاج تعريف، يعني لأن العالم كله عارفه، وعارفه أكتر بعد مداخلاته على التلفزيونات الغربية والأمريكية بخصوص اللي بيحصل في غزة واللي فيها أفحم المذيعين وقلب الرأي العام العالمي على إسرائيل. دي قوة مصر، من قوة ولادها ومن قوة إنها تقدر تصنع الفارق. نرجع لباسم يوسف واللي بقى حديث العالم بسبب مداخلته مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان بخصوص اللي بيحصل في غزة واللي حصدت ملايين المشاهدات وحققت أعلى نسب مشاهدة في تاريخ البرنامج، لدرجة إن مورغان قرر يستضيف باسم يوسف face to face في الاستوديو، وياريته ما عمل، لأن باسم كعادته وبذكائه وحضوره قدر يفحم مورغان ويقلب الترابيزة مرة تانية على إسرائيل ويسلط الضوء على المعاناة اللي في غزة. باسم يوسف رد على سؤال المذيع البريطاني، قال فيه ليه الفلسطينيين ما يروحوش يقعدوا في سيناء أو أي بلد عربي، وكان رده ليه أمريكا ما تديش فلوريدا لإسرائيل. وهنا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رد باسم يوسف، واللي مش بس أفحم المذيع لكن لأنه وجد حل عبقري في حل القضية الفلسطينية من الأساس، وهي أن الإسرائيليين يروحوا أمريكا اللي هتخصص ليهم ولاية ويسيبوا الأرض لأصحابها. والحقيقة المذيع ملقاش حاجة يرد بيها على باسم يوسف وندم على أنه جابوا الحلقة. وبخصوص نص اللي دار في الحلقة ورد باسم على سؤال عن سبب رفض مصر استقبال الفلسطينيين، كان الرد هذا ما تريد إسرائيل بالضبط، وهذا ما سيشعل الحرب العالمية الثالثة، هذا هو أسوأ حل، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم وفجأة تأخذوها. لماذا؟ بشكل أساسي هم الفلسطينيون يطردون من منازلهم والآن دولة أخرى عليها أخذها. وأضاف باسم، هل ترى ما سيحدث؟ هؤلاء سيدفعون إلى سيناء ومليون شخص يعيشون في مخيم للاجئين، ماذا تتوقع أن يحدث؟ اضطرابات وفوضى، وبعد سنوات قليلة سيأتي الإعلام الغربي بالكاميرات ويقول انظروا إلى هؤلاء العرب يقتلون بعضهم البعض، إسرائيل تخلصت منهم وهذا جيد جدا. وأضاف، أوروبا لديها 44 دولة، لماذا لا يأخذون إسرائيل؟ وفي أمريكا 50 ولاية، فلماذا لا يعطونهم فلوريدا؟ تتحدثون عن فكرة أنكم عرب وكلكم سواء، لا، لأنه ماذا سيحدث بعدها؟ ستنتقل إسرائيل إلى الأردن وتقول أيها السعوديون لماذا لا تأخذوا الأردنيين، وهكذا، هذا ليس حلاً. كما تحدث باسم يوسف عن حقيقة إفساد إسرائيل الغرب أخلاقياً بشكل لا مثيل له، وقال أن المجتمع الغربي كان يظهر بكونه ليبرالياً متفتحاً وحامي الحقوق والحريات، إلى أن الحقيقة أظهرت العكس. وفي حديثه عن تاريخ الصراع من وقت الانتداب البريطاني أشار مستعيناً بالخرائط إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محتفظين بمفاتيح بيوتهم القديمة. بانكير، نبض البنوك.